العميل ونشوف ورقتنا بعينينا. انت المشكله بتاعك ايه بالظبط؟ مشكلتنا ان 80% مننا الدكتور موهوب عندهم يدينا صفر زي ما حضرتك شايف دلوقتي. في ماده ايه؟ اللغه الفارسيه. اه بتطلبوا بايه بقى؟ بنطالب اول حاجه اعاده تصحيح الماده تاني، اعاده النظر في اوراقنا تاني. تاني حاجه الالتماس بتاعنا ما يكونش اعاده تجميع، يكون اعاده تصحيح. انتوا قدمتوا تظلم للكليه ولا حاجه؟ قدمنا شكوى في الدكتور وقدمنا تظلم. اترد عليها ولا حاجه؟ لسه ما تردش عليها. عشان حتى الان مستنيين رد العميل. خلاص مش